في البداية بس يا كابتن، طبعا بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. البطولة كانت مهمة جدا جدا، يمكن الحمد لله أنا محقق البطولة دي 4 مرات. ان بالنسبة شاء لي الله. بعتبر دي الخامسة بالنسبة لي اكيد فعلا، يعني أنا بعتبر نفسي حسيت موجود. انك لعبت بجد معاهم والله، يعني. يمكن من قبل المباراة وأنا عندي الإحساس ده. كنت موجود مع حضرتك حلقة قريب صحيح وقلنا إن شاء الله هنحتفل. كان المباراة الأول مظبوط يوم 6 تقريبا وبعد كده اتأجلت، صحيح فكنا مع بعض وكنا بنقول كده. فمباراة مهمة جدا جدا، يعني بطولة زي ما بقول لحضرتك فعلا انا حاسس انها بطوله خمسه بالنسبه لي. مبسوط بيها جدا وسعيد بيها جدا. جايه كمان مع نادي كبير زي نادي الزمالك، مباراه قمه، مباراه قرن، يمكن اول مره تحصل في التاريخ ليها. يعني انا شايف انها اكتر من بطوله، مش صح فكره نهائي افريقيا بس او تديك كاس عالم بس، لا الموضوع كان بالنسبه لنا اكبر من كده بكتير جدا. بحمد ربنا على الفوز.